يبقى نغلس دايم نغلس دايم نغلس دايم معرض قتل أصعف العجلة خاطر هام وبيعار النقا بتحب تخرب والإعلام مش من بار السلفية أولادي حتى حرقوا للسفارة المفيدة أنا اللي يحكم جمهورية أو إمارة معانا الجماهير لجان الثورة مع السلفية والتحرير في حملة تكبس طالبنا أنفسنا بالتطهير الإعلام لازم يتصلح يرجع يضرب بالبندير معانا الجماهير إن الإسلام قاد اليتامى بعد المخلوق مع الشرجوع يزب الإبهامة تبع الحمامة واخطط من الجوع واخطط من الجوع هذه أقوى حكومة وغير هذا ممنوع يبقى نغلس دايم up another style up another style up another style up another style this is you really up another style this is you really up تفسير ربي فني دام باب الوطنية نادوني رجعة نجري في الحماية المدنية يوم قالوا النهضة ما عجبهاش من الديمقراطية قالوا لي ترجع في الإسلام وجابوا لي البندية لما كنت وزير ركحت لكم البلاد بشوية خرافة وتمقحير بلبستوا لنا الاجتماعات نورمال وربي كبير عندي معلول والمخ وفوزي وحاضر للتكوير جاشي هالتحوير شبيكم احزانا هيجوا الميدانا اقوى مشروع الكوه والبوع جمهوري معانا ما صار بحدانا هذا الموضوع طايح مرفوع يا الشيخ رشودة بالله كل شبيك مكشوف قالوا النهضة ستايل قالوا النهضة ستايل قالوا النهضة ستايل قالوا النهضة ستايل النهضة ستايل اي سبسيوليني قالوا النهضة ستايل اي سبسيوليني النهضة ستايل جاني النوم يا يما جاني النوم قالوا لي اصبر الفاصل بالحزاب قعدت نعوم النهضة ستايل جاني النوم يا يما جاني النوم حصروني بين النهضة والسبس الزلوم طولة طبال علي طب لي يا طبال قالوا النهضة ستايل طب لي يا طبال قالوا السبسي ستايل بارك يا مصارة كلها طب لي روحها